تخرج كل شركات الطيران في العالم، بتحدد الخطوط اللي هتبدأ تشتغل عليها، بتفتح الحجوزات للمرحلة اللي كل سلطة بلد بتتاحها، السلطات الطيران المحلية اللي موجودة في كل دولة بتتاحها، ويبدأ الطيران مرة تانية مش بالنسبة لمصر بس ولكن بالنسبة لجميع أنحاء العالم. النهاردة مصر الطيران نشرت الفيديو اللي بيوضح إزاي هيبقى الناس اللي هتسافر هتعمل إيه بالظبط. إحنا كنا بنشوف زمان فيديوهين، الفيديو بتاع توجيهات الأمان والسلامة لما تركب الطيارة، وبنشوف الفيديو اللي هيحصل لما تنزل المطار وتروح صالة الترانزيت إزاي. العالم ما بعد كورونا، أهلا بحضراتكم معانا، هذا هو شكله، سواء على ما يرتبط بالطاقم الطيران، طاقم الخدمات اللي موجود، أو على مستوى الطيارة نفسها كمكان، أو على مستوى الوجبات اللي هيتم تقديمها ده جوه الطيارة، وطبعا على مستوى الركب. إذا كنت أنا